هم أنت كريم يا رب، هم أنت كريم يا رب، ربنا رد لي نعمة البصر. ولا سيد ولا سيد، قوم أنا فتحت. لا لا يا جدل، اتفرج على التلفزيون ده. الحمد لله. قوم يلا، بقول لك أنا فتحت، أنا شايفك. الحمد لله يا جدل. الحمد لله. مبروك يا حبيبي، نجيب هاي نجيب جدي ونبح بقى ونظفر. يا دنيا فالفضل هتسرق. تسرق يا جلو؟ ده راجل نزيه، هناخد الفرو بعد ما نبح. يا ابني فرو ايه يا ابني؟ بقول لك هتسرق، مكتوب لي هتسرق وهتفضح، في تسريبات. تسرق يا جلو؟ ده احنا على الابيض، ده انت مراتك صفوه. لا حول ولا قوه الا بالله. بس انا معايا 130 جنيه. حلو، كفنا الاخر الاسبوع اللي هيقعدوا معانا اسبوعين. ده حلو. انت يا ابني انت جايب حاله الرضا والتصالح مع النفس دي منين يعني؟ مش رضا يا جلو، هنبكي على ايه تاني يا حبيبي؟ احنا على الابيض. بقول لك العرسه لو دخلت هنا هتموت من جوه. طب وما عمل لنا اي فطار ولا عمل لنا اي حاجه ناكلها؟ بقول لك صحراء على الابيض، مفيش حاجه. مين اللي بيخبط؟ جلجل، ازيك يا جلجل؟ عامل ايه؟ الحمد لله ام شاكر، عامله ايه؟ لسه فاكرين ان ليكوا جيران تسالوا عليهم بعد ما ربنا كرمكم؟ احنا مش فاكرين والله ولا حاجه، انت اللي جيتي خبطتي. امال امك فين صحيح؟ انا امي عايشه في العز هناك، انا اللي رجعت عايش وسط الفقراء. طب لا مؤاخذه يعني، كنت عاوزه بصلتين بس، لحسن عمك ابو شاكر محرج عليا انزل السوق لوحدي. ولي حق ابو شاكر برضه، حد يسيب الحلاوه دي تنزل السوق لوحدها. يا واد اختي شقي يا ولد، طول عمرك شقي. خشي المطبخ جوه. بس على فكره احنا ما عندناش بصل، احنا بقالنا شهور ما جيناش هنا. لا ما انت مش عارف، امك بتدفنهم هم والتوم في مكان في المطبخ، انا عارفاه، بس سيبني ادور. بس سيبني ادور. خش. امي بتدفن البصل؟ ايوه. ماشي، امال بتعمل ايه في الذهب؟ طيب خش. يا مين الحاجة دي يا جيلو؟ دي شكلها غلبانة قوي. اه دي ام شاكر، ست جارتنا كده غلبانة، امي كانت بتحبها، جت اخد بصلتين. ارجع بقى جيلو بتاع زمان، جيلو الحلو الجدع اللي في جيبه مش ليه، استأمن الناس على البيت بتاعه. ارجع بقى. ولا سيد، دي جت تسرقنا على فكرة. تسرق يا جيلو؟ ده عينيها كلها طيبة. اسمها اللي بقول لك عليه، الولاد دي كانت بتخنصر منهم فلوس المية. ان شاء الله تبقى هي اللي هتسرقنا. كلام يتمسح بقى، جت لام شاكر حاجة بسيطة. ايه يا ام شاكر؟ ايه؟ خدت البصلتين؟ لا يا اخويا، دورت في كل حته ما لقيتش خالص. ما اعرفش امك حاطه فين. امال ايه اللي في جيبك ده؟ ده توم ولا ايه؟ دورت على التوم برضو يا اخويا ما لقيتوش. تعالي بس، تعالي تعالي بس، رايحه فين؟ انت عارفه طبعا ان الجريمه لا تفيد. ها بس ممكن تبقى مفيده في الموقف اللي احنا فيه، بقى كلنا طالعين مرضيين. اطلع باللي كمرتيه. كمرتي ايه يا ليل الادب انت؟ يا وليه انت تعملي فيها شريفه ولا ايه؟ ما كلنا عارفين ان ابو شاكر حرامي، مش كان بيسرق غيارات من على حبال الغسيل؟ خلاص انا اجيب لك ابو شاكر دلوقتي، اعرفك ازاي هو حرامي وبيسرق، وعلشان يعلمك الادب كمان. بس يا ابو شاكر اطلعي، كلنا هنبقى مرضيين، الكتاب هتتمسح وانت هتبقي سرقتي الحاجات وخلصنا. يلا. عاوز تعرف ايه اللي في جيبي يعني؟ انا هوريك. لا هتقتلينا يا ابو شاكر؟ مسكنتي لحد ما اتمكنت يا ست حيزبونه. طلعت خطر يا ام شاكر؟ ارجعي لنفسك، هتضيعي نفسك عشان عيال اهلك من الهافه. ايه الهبل اللي انتوا فيه انتوا الجوز ده؟ دي المقوره بتاعتي، امك كانت مستلفاها مني وخدتها. اعذري يا غلبان. استغفر الله العظيم، يعني ده حقك ورجع لك؟ ايوه طبعا. طيب معلش انا اسف، استهدي بالله، يلا خش اسرقي اي حاجه من جوه. اسرق يا قليلي الادب يا واطي، يا امك ما عرفتش تربيني. يا وليه اسمعي اللي بقول لك، امي عندها كبه الماني في المطبخ، خش اسرقيها وانا هعمل. بصي احنا جايين هنعمل نفسنا مش شايفين، وانت اسرقي وانزلي. يلا. عيان عيان وبنعالجه وبيسخن بالليل واكل فراوله بتطلع له وقع، وناس عامله حواديت على ايده، وشغلانه طين. ادعي له. بلا تعالجه بلا زفت، انا ليا كلام تاني مع امك. عيل بايظ. وليه خش اسرقي. اجيب له، قلت لك عينيها كلها طيبه، دي تسرق. طيبه ايه دي؟ مسمى يا ابني يا شاكر، طفل اسمه شاكر؟ دي تؤتمن دي؟ ارجع بقى اجيب له بتاع زمان بقى.